الطبيعي وضح السلام عليكم، مرحبا بكم معنا بملعب فينيسيا هنا في كوت ديفوار. المباراة بين نائب بطل إفريقيا مصر ومنتخب موزمبيق، ستعيشون معنا كل ما حصل قبل أثناء وبعد هذا اللقاء، تابعوا معنا. مصر لجيب جمو الصلاة جمو الصلاة كما فهم مصر الفراعنة كعباء على أي حد، إن شاء الله نكسب والماتش يخلص 3-2 لمصر. Aujourd'hui le Mozambique il va frapper les Égyptiens. On va les frapper. كجالي يا جزائريا سيفورتي وخاوتنا المصريين ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق والعقوبه اللي ناخذوها ان شاء الله. كنا مفكرين ان مصر هتغلب لها 7-0، بس يلا الحمد لله متعوضه ان شاء الله. ما نعرفش في ايه بصراحه، رطوبه ولا ايه بالظبط؟ نازلين مستهونين بالماتش، جابوا جون من الدقيقه الثانيه، وبعد كده مش عارف في لعيبه مصر مش عارف. نتيجه غير متوقعه اصلا، ومش ما كناش متوقعين ان مصر هتطلع كده 3-0 4-0، بس عندنا خط الوسط كان رايح في داهيه النهارده، بس الحمد لله متعوضه في الماتشات اللي جايه. هكذا انتهت موقعة مصر والموزمبيق بنتيجة 2 لكل طرف، نتيجة غير متوقعة. نتمنى الأفضل للمنتخبات العربية في قادم المواعيد في هذا الكأس.